هذه شغلة جديدة تيجي تشرح بس وضع الواي فاي يعتمد هذا الأجهزة الموجودة عندنا على نظام البيليت الوقود البيليت اللي هي تقنية ألمانية مكون من نشارة الخشب المضغوطة خشب الشام أو الصنوبر نحن نسمينه. هذا أساس العمل الوحدات الموجودة عندنا. تجي تختلف الوحدات حسب الشكل مالته وحسب النظام ماله، وحدات داخلية ووحدات خارجية. الوحدات الداخلية تكون بداخل البناء، يا اما تدفع هواء يا اما ماي توزع الماي مالته على شكل مشعات سوفاجات، او خارجية توزع الماي على شكل مشعات ايضا او تدفية ارضية او كحمام ماي الحمام الشاور للسبح. عندنا انظمة اللخاخ تدفع الماي والهواء بنفس الوقت، يعني بنفس الجهاز يدفع هواء يرجع يدفع مي يوزع المي خلال ماطور على السوفاجات. هذا همين باختلاف المساحة، عندنا من 150 متر مربع إلى يغطي مساحة 300 متر مربع.